مساء الخير. تلتمس كامالا هاريس أطراف الرئاسة الأمريكية لثلاثة أسابيع حاسمة قبل المؤتمر الديمقراطي في 19 من آب المقبل. هي أيام التعبئة للمرشحة الوريثة التي وضعها الظرف الانتخابي أمام مواجهة نمر كاسر اسمه دونالد ترامب. وخلال المهلة الفاصلة سيكون على سيدة البيت الأبيض المفترضة أن تخزن التأييد لترشيحها لتساعد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المزمع عقده في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في إعلانها رسميا على الهوية الحزبية. ومنذ إعلان انسحاب الرئيس يوم أمس نالت كامالا تأييد عدد كبير من الولايات وحكامها، لكن هذه الأصوات تعد تأييدا سياسيا لكون هاريس تحتاج إلى أصوات أكثر من نصف المندوبين في المؤتمر المقرر للترشح، إلا أن المرشحة المستنسخة عن عهد بايدن لا تزال حبيسة هذا العهد، وتحدثت في أول ظهور لها عن إرث إنجازات بايدن التي لا مثيل لها في التاريخ الحديث على حد وصفها، وهو الإرث الذي دعم حربين مدمرتين في كل من أوكرانيا وغزة، وكان طيلة سنواته الأربع مخزن أسلحة وخزينة أموال لكل من فلاديمير زيلينسكي وبنيامين نتنياهو. ولم تخرج نائبة الرئيس من عباءة الرئيس، وهو ما عده منافسها دونالد ترامب صيدا ثمينا قد يفترسه عند أول مناظرة إن وقعت. ومن خزائنه المحشوة بالتنمر والاستبداد اللفظي سحب ترامب أرشيفا لهاريس تردد فيه عبارات أقرب إلى السطحية وتنشر ضحكاتها على مدى الولايات. وإذا ما أقر الديمقراطيون بتثبيت ترشيح كامالا هاريس فإن أمريكا ستذهب في نوفمبر المقبل إلى منازلة قد لا تكون متكافئة بين الجميلة والوحش. أما الرئيس المتبقي من ولايته بضعة شهور فإن الجمهوريين يضغطون باتجاه انتزاع بقية أيام الرئاسة، وهم جاهدوا في إثبات عدم أهليته للحكم حتى نوفمبر، لكنهم لم يستحصلوا حتى الآن إلا على إقرار من مدير الخدمة السرية أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، والتي قالت إن محاولة اغتيال ترامب كانت أكبر فشل لنا، ومع تحويل رئاسته إلى مرحلة تصريف أعمال فإن أبرز لقاءات بايدن ستكون مع بنيامين نتنياهو الآتي إلى واشنطن ملطخا بدماء أطفال ونساء غزة. وستتم مراقبة أيادي أعضاء الكونغرس الذين سيصفقون لمجرم حرب جاءهم يطلب المزيد من الدعم، لكن لقاء نتنياهو مع الرئيس المنتهية مفاعيله سيكون منزوعا من سلاح التهديد والابتزاز لكون أقدام بايدن أصبحت على بعد أمتار من التقاعد. وفي غيابه عن ساحة المعركة في غزة حرك نتنياهو نوابه لخوض حروب ضد صفقة الحل في وقت سيرسل بوفد التفاوض إلى الدوحة والقاهرة لاستئناف المشاورات. وفي التشاور الداخلي وبعدما أحبط رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاء المعارضة مع الثنائي فإن 31 نائبا من قوى المعارضة وقعوا عريضة تطالب بعقد جلسة لمجلس النواب من أجل مناقشة الحرب في الجنوب وللمطالبة بتطبيق القرار 1701 واتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة. وإذا ما أراد هؤلاء النواب أن يتحولوا إلى فاعل خير فإن هذه العريضة يمكن لها أن تتسول نيابيا للحصول على تواقيع 86 نائبا يؤيدون جلسة انتخاب الرئيس، وإذا ما حققوا هذا الهدف يدخلون إلى جلسة بدورات متتالية ويصبح لدى لبنان رئيس جمهورية يطبق القرار 1701 ويتخذ مع الحكومة قرارات السلم والحرب.